سرقة فيلا محمد صلاح بتجمع الأول. نجل خال محمد صلاح اكتشف الواقعة وقام بإبلاغ الشرطة. لاحظ تغيرات ملحوظة في الفيلا واختفاء بعض الأشياء في المنزل. تعرفوا معنا على تفاصيل واقعة سرقة فيلا محمد صلاح. خلال الساعات الماضية تصدر اسم محمد صلاح ترند مؤشرات البحث، وذلك بعدما تلقت أجهزة الأمن بلاغاً بسرقة الفيلا الخاصة به بمنطقة التجمع. تقدم بالبلاغ للأجهزة المعنية نجل خال اللاعب محمد صلاح، وأكد أن فيلا نجم نادي ليفربول الإنجليزي تعرضت للسرقة. اكتشف قريب محمد صلاح هذه الواقعة أثناء مروره على الفيلا بالتجمع، فلاحظ فتح أحد شبابيك الفيلا، فاضطر للدخول حتى يقوم بمعاينة الفيلا ويطمئن على محتوياتها، لكنه اكتشف بعثرة في إحدى الغرف واختفاء بعض الأشياء منها، مثل الريسيرفرات والتلفزيون، بالإضافة إلى محاولة الاستيلاء على أنبوبة البوتاغاز، لكنه فشل في نقلها فتركها في الحديقة. قام رجال المباحث بعد تلقي البلاغ بمناقشة شهود العيان، وتم تفريغ كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى استجواب أفراد الأمن المكلفين بتأمين المكان. تواصلت بعض المواقع الصحفية مع والد النجم ليفربول، لكنه أكد أنه لا تتوافر لديه أي معلومات كاملة عن هذه الواقعة، وذلك بسبب سفره في دولة تركيا خلال هذه الفترة. خلال الأيام الماضية تصدر اسم محمد صلاح ترند مؤشرات البحث، وذلك بعدما أصبح هداف فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي، وذلك برصيد 129 هدفاً، متفوقاً بذلك على روبي فاولر صاحب 128 هدفاً. محمد صلاح واحد من أشهر لاعبي كرة القدم في العالم، واستطاع أن يأسر قلوب الجميع بسبب مهاراته المميزة التي أهلته للحصول على لقب فخر العرب. منذ انتقال محمد صلاح لفريق ليفربول وهو يقيم في الخارج برفقة زوجته وبناته مكة وكيان، وطوال الفترة الماضية يحرص على الظهور دائماً برفقتهم على السوشيال ميديا، خاصة وأنهم يشاركونه نجاحاته وإنجازاته في كرة القدم، بالإضافة إلى استمتاعهما بوقتهما الخاص كعائلة في عدد من الرحلات المميزة.